للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الدكتور عامر حسن، عميد كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. دكتور عامر، بعد التحية، كيف تعلق على هذا الإعلان، إعلان مصطفى الكاظمي عن عدم الترشح في الانتخابات المقبلة، وأن هذا القرار كان منذ اليوم الأول لتولي رئاسة الحكومة؟ أنا أعتقد ما تفضل فيه السيد الكاظمي صحيح. حكومة تشكلت لأداء مهمة منصوفة، هذه المهمة تتمثل في إطفاء حرائق ناتجة عن تنازع ما بين الشركاء السياسيين على اختيار مرشح، والمهمة الثانية هي مهمة التهيئة والاستعداد للانتخابات. لذلك حتى في برنامجه كان قد طرح هذه المسألة، انه اتى ليكون رئيس وزراء تسويه ورئيس وزراء تهيئه للانتخابات. على هذا الاساس لا يمكن ان نوصف ما تحدث به بالامس بانه انسحاب عن الانتخابات، او انه كان سابقا قد تعهد بان يرشح ومن ثم تراجع الآن. المسألة واضحة جدا، وأعتقد خلافات القوى السياسية لا سيما الشيعية فيما بينها على عدم الاتفاق على مرشح تسوية هي التي أتت بالسيد الكاظمي ليكون رئيس وزراء تسوية، ومن ثم مهمته محدودة هي مهمة الاستعداد للانتخابات، استعداد يتعلق في تغيير المفوضية، يتعلق في تهيئة نظام انتخابي جديد غير السابق اللي هو يعتمد على التصويت الفردي وليس على أساس الترشيح للقائمة، كذلك استكمال نصاب المحكمة الاتحادية. فتعهداته فيما يتعلق بالاستعداد للانتخابات حتى هذه اللحظة تقريبا انجزت، باستثناء تعهد يتصل بتوفير البيئه الامنه. فنلاحظ ان البيئه ما زالت غير امنه في اجراء الانتخابات في الموعد الذي تحدد، وبدليل ان الموعد السابق تم تاجيله من الشهر الرابع إلى الشهر العاشر، يعني تم تأجيله. لكن دكتور عامر، مما لا شك فيه أنه خطأ خطوات كثيرة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. بالضبط، أنا قلت يعني ما تعهد به فيما يتعلق بالاستعداد للانتخاب أنجز 90% منه تقريبا. ما تبقى هو فقط البيئة الآمنة، وهذه البيئة الآمنة بالتأكيد لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه قادر على توفير البيئة الآمنة بشكل مطلق. طب دكتور عامر، عذرا على المقاطعة، لكن حتى نتحدث عن كافة النقاط اللي حضرتك أيضا ذكرتها، حضرتك ذكرت أن مهمة مصطفى الكاظمي كانت منذ اليوم الأول مهمة التسويات وإطفاء الحرائق، والمهمة الثانية هي فكرة إجراء الانتخابات. تحدثنا عن إجراء الانتخابات والخطوات التي مر بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حتى الآن، دعنا نتحدث وبشكل سريع بعد إذن حضرتك عشان الوقت عن موضوع التسوية وإطفاء الحرائق. إلى أي مدى نجح مصطفى الكاظمي في هذه المهمة؟ أيضا هذه مسألة النجاح نسبي الحقيقة، بسبب أن العراق يراد له من أطراف داخلية وأطراف إقليمية وأطراف دولية، يراد له أن لا يكون مستقرا. فعلى هذا الأساس من الممكن أن نلاحظ بأن داعش لم ينتهي بعد، نلاحظ بأن الفساد لم ينتهي بعد، نلاحظ بأن المحاصصة الجهوية الضيقة لم تنتهي بعد. هذه المسائل كلها تؤثر فيما يتعلق على تهيئة البيئة الآمنة وأقصد المستقرة للانتخابات. هذا لا يعني بأن الانتخابات سوف لا تحصل، لأن كل الانتخابات التي حصلت سابقة وهي مصيرية
تمت في بيئة غير آمنة. على هذا الأساس المتوقع بأن الانتخابات سوف تجرى، ومهما تكون الظروف طالما أن المستلزمات الأساسية قد حققت. قد حققت. من بغداد الدكتور عامر حسن عميد كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، جزيل الشكر لحضرتك.